الأستاذة دينا، السلام عليكم. وعليكم السلام، ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي يا أستاذة دينا، اتفضلي. إزي حضرتك يا دكتور؟ مرحبا. دكتور أنا كلمتك الأسبوع اللي فات وقلت لحضرتك في تنميل بيجيلي في إيديا ورجليا، نعم. بس الأيام ده زاد في إيديا الشمال وإيديا بتقف، طيب. وحضرتك قلت لي أنت حللت سكر عشوائي وكده، فأنا حللت لقيته 213 كم؟ 213 عشوائي. 213. أيوه. انت سنك كم سنة يا دينا؟ أنا 23 سنة. 23 سنة. انت بتاكل التلاتة يا دينا؟ ما كانت 23 واللي قبلها كان فيها تلاتة؟ ساعة ما كنا. طيب مش مهم. يعني انت السكر العشوائي احتمال يبقى عندك سكر. ايوه يا دكتور، لا انا قلت لك قبل كده ان انا عندي سكر كان جاي لي قبل الجواز بشهر، طيب. والشكوى بقى الرئيسية هو سنتين. التنميل والخذلان في الايدين والرجلين، صح؟ ايوه يا دكتور، كتبت لك وبحس حاجة؟ بيجي لي كرشة نفس كده. طيب اديني حضرتك، انت بتاخدي علاج سكر ايه؟ لان السكر عالي، بتاخدي ايه؟ حضرتك انت قلت لي انسولين، خدي 16 الصبح و14 بالليل. جميل. تخنتي على الانسولين ولا وزنك زي ما هو؟ لا زي ما انت. جميل. ووزنك كام دلوقتي؟ أنا 68، عظيم. وطولك قد ايه؟ قلت لي حوالي 160. اوكي، يعني لو زدنا 2 كيلو كمان 3 مش هيبقى مشكلة. الدورة منتظمة وكله تمام. أيوة يا دكتور. حضرتك بقى دلوقتي هتزودي الانسولين. انت بتاخدي الصبح انسولين كام؟ 16. 16. واحنا كنا خدنا حبوب قبل كده ولا ما خدناش؟ ايوه خدت في الاول حبوب قبل ما احمل وكده، فالدكتور مشاني على انسولين لما حملت. طيب بقول لك ايه، خلي الانسولين زي ما هو، وهناخد دواء حضرتك اسمه دولسيل 2 مللي جرام حبايه قبل الفطار كل يوم. دولسيل 2 مللي جرام حبايه قبل الفطار كل يوم، ده هيظبط لنا السكر معاه. ده واحد. نيجي بعد كده حضرتك عشان التنميل والخدلان هناخد حاجه اسمها ثيوتاسيد. ثيوتاسيد 600 مللي جرام كبسوله 3 مرات في اليوم قبل الاكل بساعه. علاج ده لمده شهر، وتتصلي بينا تاني ان شاء الله.